خلال حفل أقامه في دارته في اليرزي، أعلن السفير البريطاني في لبنان توم فلتشر عن شراكة بريطانية لبنانية جديدة خلال إطلاق برنامج تعليم اللغة الإنجليزية Direct English لشركة لينغوافون جروب البريطانية. حضر الحفل الرئيس التنفيذي لمعهد Professional Learning Center السيد سعد سعد ورئيس التنفيذي لشركة لينغوافون جروب السيد ديريك برايس، إضافة إلى ممثلين عن المعاهد التربوية والسفارات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية ورجال أعمال. كما شارك في الحفل ضباط من قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام. إن لدى Professional Learning Center خبرة طويلة في التعليم في لبنان والشرق الأوسط وشراكة متينة مع شركة لينغوافون جروب منذ عام 1997، وذلك من خلال نشر برامج لينغوافون لتعليم اللغات عبر منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، العراق والمملكة العربية السعودية.